وايه اللي جمع الشامي على المغربي؟ احنا ما اتقابلناش في مصر اصلا، اتقابلنا في فيتنام في اسيا انترناشونال. فيتنام في احد رحلاتي وصوراتي وجولاتي حول العالم قابلت الفنانه غاده ولي ماشيه كده هناك، قلت هي دي. استنى والله عايز اعرف فيتنام ده، انت كنت في فيتنام بتعمل ايه وانت في فيتنام بتعمل ايه؟ لا انا عادي، انا بسافر كل الحتت دي، بحب اسافر كتير كده حتت غريبه. كنت رايح تستكشف؟ لا عادي، كنت رايح مسافر مع اصحابي استكشف واطفى، بسافر اماكن غريبه جدا، ده بحب اسافر بلاد غريبه جدا. وانتي؟ وكان في رحله بالصدفه هي برضو راحتها مع ناس كده بيعملوا رحلات، حاجات كلها مجازفه يعني، حاجات ادفنتشر كده، نطي من طياره، تطلعي جبال، تختصي، تعملي حاجات كده. دي صورك في فيتنام ولا ايه ده؟ ده اول فيديو اصوره لها في حياتي. يعني انت رايحه لوحدك وهو رايح لوحده؟ اتقابلتوا بقى في الجروب السياحي؟ انا مع صحابي مع الجروب ده، وقالوا لنا في واحده من صحابنا، في ولد بقى جاي كمان يومين ثلاثه هيقلب السفريه دي. قلنا لها هيعمل ايه يعني؟ يعني هيعمل ايه؟ هيتجوزك يعني. احنا مسافرين باك باكنج، اللي هو المفروض ايه، بناخد حاجات قليله عشان بقى هنسافر ونطلع جبال ونعمل كده، هو مسافر بشنطه قد كده. طبعا قالت لي جغار تطقم شويه، واخده بالها من لبسي وعجبت. او شال طبعا اكيد كلها حاجات مالهاش 30 لازمه. أيوة، كلها حاجات شيكلاستيك. شنطه اسد قد كده، شيكلاين مشهور قوي، شنطه حسن طبعا الشيكلاين ده لف العالم كله. فيتنام كلها لو رحتي قلتي انا في اللابوريا تلاقيهم كلهم ايه. والله والله العظيم ما بهزر، بجد 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 علمتهم. ماشيين باريد كده، ماشيين ورا طابور، وهو في اول الطابور كده بيطبل وهم ماشيين ورا. انا في اللابوريا هنبكي عليه اموت في الفوريا ليلي ونهاري يا بيه سيد كابوريا وسوس صدوني يا بيه عندي مهمة انشر ثقافة. دول مسافرين يتفسحوا. متفهمة طبعا. فهمت بقى ده عايز يعمل نمرة ولا هو كده بجد ولا ايه؟ شوية كده اكتشفت ان هو فعلا هو جينوين كده. هو جينوين كده. هو جينيوس. لا لا ما قلناش جينيوس، قلنا جينوين. هو اصلي، هو مجنون بجد. مش بيمثل. ايوه. مش بيمثل خالص. ده حقيقي. ايوه. شكرا بحبك والله. شكرا. ايوه فحبيتيه بقى. قعدنا بقى صحاب شوية كده مثلا سنة. حبيتني طبعا من اول فسوه. لا لا احنا كنا قرابنا كاصحاب الاول. ماشي اوكي اوكي عشان بدل الموضوع تحول بقى. تحول لجد. طيب إيه انت بقى كنت تعرف ان هي مصممه شاطره؟ كنت تعرف انها مصممه عليا يعني. يا حسن يا حسن. طيب لما كنت معانا في حلقه 100 وش قلت لك دي من تصميم مين؟ قلت من مصممه غدا والي. كنتوا ساعتها بتحبوا بعض او مخطوبين ولا كان لسه؟ ايوه كنا مخطوبين طبعا. وانت كنت بتقول اسم بقى؟ ايوه بعمل بقى من لا نمره كده على التي في. لا انت قلت اسمها بس ما قلتش يعني العلاقه. ايوه بس قلت المصممه العالميه. ايوه قلت. انا قلت يعني صداقه بريئه. وبعدين المره فاتت قلت اسمها عشان هي كانت عامله الديزاين اللي على الشراب. ايوه فاكره. انا المره دي بقى ايه، بصي كاتب اسمها على الشراب غاده. لا اشرح لنا يا غدا والنبي. ده مش تبعي ده. طب والنبي يا غدا والنبي كانت فين مكتوب فين؟ اهي ادي غدا اهي.
غاده بالعربي ايه شايفه؟ ايوه شايفاها ولا لا؟ لا ادي غاده شايفاها غاده وادي ولا خلاص 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 مش عارفه ليه هو مصمم يعني هو مرتبط بالشرابات يعني حب مرتبط بالشرابات معاه هو عنده دولاب شرابات كله الشراب ده ميدن ايجيبت وكل حاجه التاني كان ميدن ايطالي فان انا غدا والي عملته ديزاين وبعتت عملته في ايطالي اه والله اه وجابته الشراب اللي هو شيكلاستيك ايوه ده هي اللي عامله له ديزاين اه شطور هي بس لبسكوا في الفرح ما كانش من تصميمك لا من تصميم اختي اه انت اختك كمان ديزاينر اه فاشن ديزاينر فاشن ديزاينر اه فرح والي ايوه ده كل ده هي عاملاه بايدها ساعات طويله جدا مفيش اي مكان خالص كل ده بايدها ده كمان كل ده بايدها